طيب خلينا نروح مع حضراتكم لموضوع من الموضوعات اللي ناس كتير مهتمة بيها على مدار الفترة الماضية، وهو موضوع الذهب. خلال العشر أيام اللي فاتوا دول في ثلاث حاجات كده لو ربطناهم ببعض ممكن نحاول نكون صورة كاملة عن إيه اللي بيحصل وإيه اللي ممكن يحصل. أسعار الذهب في قفزات شفناها على مدار الشهور الماضية، ثم بدأت الأسعار تهدأ تستقر، بل ويحصل فيها بعض التراجع في ضوء القرارات الأخيرة. قرار إنه اللي جايين من بره ومعاهم ذهب مش هيبقى عليهم رسوم غير القيمة المضافة على مصنعية، وما دون ذلك مفيش رسوم تانية هتدفع. القرار ده بعد ما تم الإعلان عنه، مجرد الإعلان عنه كان ليه تأثير على الأسعار، بدأت تنخفض بعض الشيء. مع دخوله حيز التنفيذ بدأ برضو الأسعار تنخفض بعض الشيء. ده جزء. الجزء التاني كمان هو انه لاول مره دلوقتي اطلقت الهيئه العامه للرقابه الماليه اول صندوق استثمار في الذهب. الصندوق ده مش زي سوق الصاغه اللي هو بيبقى فيه يعني الناس بتشتري ذهب عيني، لكن الصندوق ده من خلاله حضرتك كمواطن بتقدر تشتري وثيقه، الوثيقه دي بتمثل القيمه الماليه اللي اشتريت بيها الوثيقه، بتمثل حجم اللي انت اشتريته من الذهب، وبيبقى موجود وتقدر تحصل عليه اما نقدي او عيني لاحقا وقتما شئت. طب ايه مميزات هذا الصندوق؟ كتير الحقيقه. انك لما تيجي تستثمر فيه، واحد انت مش مطالب انك تشتري بكم كبير، انت ممكن تشتري ب 10 جنيه 100 جنيه 1000 جنيه 20000 جنيه اللي انت عايزه. ده جزء. الجزء الثاني كمان انك مش هتبقى محمل بمصاريف اضافيه زي مثلا موضوع ال الدمغه وتكلفه المصنعيه. لا مش الدمغه، قصدي تكلفه المصنعيه مش هتبقى محمل تكلفتها. الحاجه الثالثه انك هتضمن انه اللي انت مشتريه محفوظ في اماكن معتمده ومسجله بسجلات الهيئه العامه للرقابه الماليه. الحاجه الرابعه انك هتبقى ضامن كمان انه اللي انت اشتريته ده مش هتبقى خايف بقى انه يتسرق يتلف يبوظ يحصل فيه، خالص بقى موجود في مكان امن. الحاجه الرابعه انه لما تشتري انت كده بتشتري حاجه مضمونه، مش هتخاف من يبقى فيها تلاعب او غش وما الى ذلك. الاستفادات اللي موجوده انه ده هيساعد على انه يرشد الطلب على شراء السبائك الذهبيه وجنيهات الذهب اللي حصل عليها اقبال كبير على مدار الفتره الماضيه. رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر محمد فريد قال انه كمان توقيت اطلاق الصندوق في السوق تزامن مع اللي بيحصل في سوق الذهب او سوق صرف العملة، لكن الموضوع ما كانش وليد اللحظة، يعني لم يتم الاعداد ليه على مدار مثلا ايام او اسابيع او شهور، لكن ده كان معد سلفا من فترة كبيرة وخد وقت كبير عشان ليه يعني في مجهود كبير جدا عشان يمكن اطلاق هذا الصندوق، زي تنظيم أطر صناديق الاستثمار في القيم المنقولة، وإن ده استغرق سنوات. الملاحظة بس اللي عايزين نقف عندها وإحنا بنتكلم على أسعار الذهب هو إنه من علامات الاستفهام اللي كانت موجودة إن معدل زيادة سعر الذهب عالميا حمادة وعندنا في مصر في حتة تانية خالص، ومعدل الزيادة العالمية لما توقفت وبدأ يحصل انخفاض في أسعار الذهب عالميا احنا كنا لسه في الاتجاه التصاعدي، بس الاتجاه التصاعدي عندنا الحقيقة حصل في سنوات في قفزات. وحضراتكم هتاخدوا بالكم من الرسم البياني اللي هنعرضه دلوقتي انه في اللحظات اللي بيكون فيها تحدي اقتصادي، حالة عدم استقرار، بتحصل القفزات دي. الرسم البياني اللي قدام حضراتكم بيوري الطفرة اللي حصلت في أسعار الذهب في مصر من 2016 إلى يومنا هذا. 2016 يناير 16 كنت بتتكلم على سعر الجنيه الذهب ب 2092 جنيه. يناير 2017 حصل اول قفزه كبيره. قفز الى 5080. ليه؟ لانه نهايه 2016 في نوفمبر تم تحرير سعر الصرف، فبدانا نشهد معدلات تضخم مرتفعه، البعض قلق فبدا يلجا الى الذهب كملاذ امن عشان يحفظ قيمه فلوسه. هنا حصلت اول قفزه. لكن الأمور استقرت بعد كده وحصلت الزيادات الطبيعية بنسب قليلة على مدار السنوات الماضية وصولا إلى يناير 2023. يناير 2022 كان سعر الجنيه الذهب 6416 جنيه،
وبدأت بقى الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها ومش والكلام ده كله اللي عمل هزة في العالم كله اقتصادية وسياسية وما إلى ذلك. فحصلت عندنا قفزة كبيرة جدا في أسعار الذهب. دخلنا على يناير 2022 عفوا 23 كان سعره وصل في مصر الجنيه الذهب 13400 جنيه. قفزة تانية حصلت في وصولا إلى النهاردة سعر الجنيه الذهب 18720 جنيه. قفزة بتتكلموا من 16 إلى 2023 معدلها حوالي زيادة أكتر من 800% تقريبا. طب الزيادة اللي حصلت في العالم في أسعار الذهب كانت قد إيه؟ من 2014 إلى 2023 معدل نسبة الزيادة اللي حصلت حوالي 51% وإحنا أكتر من 800%. فجوة كبيرة جدا كبيرة جدا. هل إمكانية الاستثمار النهاردة في الذهب من خلال صناديق الاستثمار اللي تم اول صندوق الاستثمار تم الاعلان عنه، هل ده ممكن يعمل نوع من الاستقرار في سوق الذهب واسعاره؟ هل النهارده لو لما بقى موجود في البورصه شاشه موجود عليها اسعار الذهب ده كمان ممكن يعمل نوع من الاحكام لمعدلات الزياده؟ ما بقاش فيه مبالغات. خلونا نقرا هذه التفاصيل مع الاستاذ عمرو المغربي عضو شعبه الذهب الغرف التجاريه. استاذ عمرو مساء الخير، برحب بحضرتك معانا يا فندم. اهلا بيك يا فندم. مساء النور. بدايه يعني موضوع اول صندوق استثمار في الذهب ووجود شاشه في البورصه النهارده بتعلن اسعار الذهب، شايف ازاي هذه القرارات والى اي مدى ممكن يعني تعمل نوع من الاستقرار في اسعار الذهب في السوق؟ طيب خلينا الأول في البداية نقول إيه العوامل اللي بتأثر على سعر الذهب. هما ثلاث عوامل، أول حاجة عندنا سعر الوقية في البورصة العالمية، تاني حاجة سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وتالت حاجة العرض والطلب. الفترة الأخيرة كان عندنا عامل العرض والطلب هو العامل المؤثر الكبير على أسعار الذهب. كان عندنا الطلب كبير جداً والمعروض قليل جدا نظرا لإجراءات الدولة في وقف استيراد الذهب الخام من الخارج، فأصبح السوق المحلي هنا بيلبي الطلبات من الذهب اللي موجود داخل البلد نفسها ومفيش استيراد. كويس. طبعا الطلب كان كبير جدا، والذهب سلعة زي أي سلعة، لما يكون الطلب كبير والعرض قليل ده بيؤدي إلى ارتفاع الأسعار. ما نقدرش نقول إن هو ده كان سعر مبالغ أو في تلاعب، لان زي ما كنا بنبيع الذهب بسعر غالي لو في حد عايز يشتري كنا بنشتري برضو بسعر غالي. الكلام ده لو احنا نقول في تلاعب، لو احنا بنشتري بسعر قليل ونبيع بسعر عالي. لكن زي ما كان السعر الذهب غالي للبيع فهو كان غالي برضو في الشراء. فده عامل العرض والطلب هو اللي كان مؤثر. شعبة الذهب مع وزارة التموين قدمت اقتراح للدولة ان احنا نسمح للقادمين من الخارج بان هم يدخلوا بسبائك عيار 24 تكون معفية من الجمارك ومن الرسوم. ده كان هيؤدي إلى وجود عرض هنا في السوق المحلي نظرا لارتفاع السعر المحلي عن الخارج، فبالتالي المقيم في الخارج ممكن يشتري بسعر أقل من هنا ويبتدي يخش بيه البلد يبيعه ويستفيد بفرق السعر، وهنا يبقى فيه معروض وبالتالي تقل الفجوة أو تقل الفجوة ما بين العرض والطلب ويبتدي السعر يبقى سعر مناسب للسعر العالمي. طيب بس استاذ عمرو برضو يعني عندي سؤال لتفسيرك انه معدل زياده اسعار الذهب في مصر من 2016 الى يومنا هذا قفزه كبيره جدا مقارنه بمعدل زيادته على مستوى العالم، سعره في مستوى العالم يعني الزياده حوالي 51% من 2014 للنهارده، احنا اكتر من 800% زياده. ما هنا كان بقى العامل الثاني المؤثر، احنا قلنا فيه ثلاث عوامل. العامل الثاني اللي هو سعر صرف الجنيه امام الدولار. حضرتك شوف الجنيه كان او الدولار بيساوي كام جنيه في 2014 و2016، والنهارده الدولار بيساوي كام جنيه في 2023. ده كان العامل الثاني اللي اثر في الفتره اللي فاتت. احنا للاسف كل فتره بيبقى في عامل هو اللي بيؤثر، هم في ثلاث عوامل دايما بيؤثروا، ولكن في الفترات السابقه كان كل عامل هو اللي بيبقى واخد الموضوع كله بيبقى مؤثر اكتر. طيب الفتره اللي فاتت كان سعر الجنيه، الفتره الحاليه كان العرض والطلب. كويس. طيب في ضوء السماح بانه الوافدين القادمين من الخارج اي كميات معاهم من الذهب معفيه من كل الرسوم ما عدا ضريبه القيمه المضافه على المصنعيه، وفي ضوء طرح أول صندوق استثمار في الذهب، هل حضرتك شايف أنه الأمرين دول هيعملوا نوع من الاستقرار أو تراجع في أسعار الذهب خلال الفترة اللي جاية؟
خلينا نقول ان الوافدين هيدفعوا ضريبه القيمه المضافه طبعا على المصنعيات بالنسبه للسبائك والمشغولات، وده هيبقى فيه عرض هنا، وبالتالي السعر هنا هينزل. وفي نفس الوقت دي فتره بس لمده 6 شهور، وساعتها السعر السوق المحلي هنا ممكن يبقى مقارب للسعر العالمي، فبالتالي اللي جاي من بره هيبقى مش محتاج خلاص ان هو يجيب ذهب بعد كده. بالنسبه للصندوق فهو لن يؤثر على السوق، احنا لو هو في سندات بقيمه 10 جنيه بس، اقل حاجه حد ممكن يشتري 10 سندات ب 100 جنيه طبعا ده مبلغ قليل جدا، هو بالنسبه لسعر الذهب هو مش هيساوي حاجات بسيطه خالص يعني. مش بس مش شايف ان ده هيفتح جنيه. مجال او مسار اخر يقبل جزء من الطلب وبالتالي يخف على المعروض من سبائك ومن جنيهات هي ذهب؟ في الاخر ما هو سعر البورصه او سعر الصندوق ده هيحدد منين؟ هو هيتحدد برضو عن طريق سعر السوق المحلي. نعم. لان هو في الاخر هو هيلبي طلبات الذهب اللي مطلوبه منه، هيلبيها منين غير من السوق المحلي؟ فهنرجع برضو لعمليه العرض والطلب. ما يقدرش يلبيها من خلال السوق الخارجي باسعار اقل؟ ما هو السوق الخارجي ازاي وهي البلد موقفه استيراد الذهب الخام؟ يعني دلوقتي الدولة هنا موقفة نظرا للظروف الاقتصادية وتوفير العملة الدولارية، فما فيش استيراد من الذهب الخام. هو لو في استيراد من الذهب الخام كان ما كانش هتبقى فيه مشكلة ارتفاع الأسعار في الفترة اللي فاتت. وهنا صندوق الاستثمار ده ما عندوش القدرة ان هو يعني يدخل سبائك من الخارج ويستفيد من الإعفاءات اللي موجودة؟ ما هي الإعفاءات دي برضه هتبقى مدتها 6 شهور فقط. هي مش مفتوحة على طول، هي مدتها 6 شهور فقط، ممكن تكون قابلة للتجديد حسب رؤية الدولة في الفترة القادمة. نعم. لكن في الفترة الحالية القرار طالع لمدة 6 شهور. هل هيبقى في تجاوزات أو في مسموح للشركة مثلا للصندوق إن هو يستثمر يستورد من الخارج؟ أعتقد لو حاجة مش معقولة هيبقى في قرار مسموح لشركة أو مسموح لجهة معينة وبقية الجهات لأ، أعتقد أكيد. الدولة مش هتعمل حاجة زي كده. وفي نفس الوقت إحنا كمصانع ومحلات إحنا عندنا سبائك بتبتدي من نص جرام. ده ما يساوي سعرها في حدود الألف جنيه. فبرضو احنا بنسهل للمواطن اللي عايز يستثمر ومعوش مبلغ كبير وعايز يشتري حاجة بسيطة. عندنا في سبيكة نص جرام عيار 24، في 8 جنيه بيبقى جرام عيار 21. فكل ده بيبقى بيسهل للمواطن حتى لو ما معاه مبلغ صغير يقدر يشتري بيه ذهب. طيب السؤال اللي عدد من المواطنين بيسألوه في الوقت الراهن، هل التوقيت اللي احنا فيه ده هو توقيت بيع ولا توقيت شراء؟ دايما بنقول ما دام معايا فائض من المال اشتري ذهب، وما دام انا مش محتاج فلوس ما بيعش الذهب. لكن اي وقت انا معايا فائض، لا لان خلي بال حضرتك برضو يعني غير الفائض من المال، بس بعد ما نقتنى بعض الذهب الفتره الماضيه سواء جنيهات او سبائك هيبقى بيبص على انه في انخفاض بيحصل في الاسعار الفتره الراهنه، فهل الحق ابيع بدل ما سعره يقل اكتر ولا استنى سعره بعد كده هيزيد؟ يعني السؤال ده دايما بيبقى موجود. الذهب هو حفظ لقيمة الفلوس وليس استثمار أو للتجارة. أنا بجيب ذهب عشان أحفظ قيمة فلوسي، فأنا دلوقتي حتى لو أنا اشتريت بسعر غالي والذهب رخص، الذهب لازم هيرجع تاني لأعلى نقطة هو وصل لها ولازم يعدي، وده اللي حصل على مدار التاريخ اللي فات كله. مهما بيحصل انخفاضات طبيعي جدا لازم يحصل انخفاضات وارتفاعات، ولكن لازم يعاود تاني للارتفاع. عشان كده احنا دايما بنقول إن الذهب هو ادخار طويل المدى وليس قصير. بشكرك شكرا جزيلا استاذ عمرو المغربي، عضو شعبة الذهب الغرف التجارية.